ياسمين، ايه يا حبيبي؟ بقول لك انا خارج اجيب شويه طلبات للبيت كده. خلاص ماشي، احمد اخويا بره، عايزك تقدم له عصير، اي حاجه ضيفي يعني. من هنا الاتنين ده واجب يعني ما من غير ما تقول. تنسيش هو هيتغدى معانا النهارده. خلاص ماشي. بقول لك ايه يا احمد، اتفضل يا اخوي. انا خارج كده اجيب شويه طلبات للبيت، هتعوز حاجه اجيبها لك معايا؟ لا الله يخليك. طب ما اجي معاك. لا لا، خليك خليك، يلا مش اخر عليك. ماشي يا اخوي. ايه ده انت بتعمل ايه؟ في ايه يا احمد؟ ايه ده يا انت ياسمين؟ بتقفل الباب ليه؟ ايه ده، بقول لك عايزك موضوع في صالحك. اهدى ايه وزفت ايه؟ واخوك يقول علينا ايه لما يلاقي الباب مقفول علينا كده اهو؟ اخويا ماشي راح يجيب طلبات، يعني هيعوق. بقول لك ايه، انت كده بتركب نفسك لغلط وبتشبهني معاك. ياسمين ايه ده، ده بقول لك عايزك موضوع في مصلحتك. بس اقعدي اقعدي. بص يا ياسمين، انا عارف ان اخويا عماد ما يستاهلكيش، وانت تستاهل واحد احسن منه، يعني زي انا كده. انت اتجننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده، اخويا ما يستاهلكيش. اخويا انت عارفه بقى ان هو على الله حكايته. اديك بتقول اخويا اهو، انت بتتكلم عليه كده ليه؟ عشان بصراحه بقى انا عايز اتخلص منه، وكل حاجه هتبقى بتاعتك نهار وبتاعتي اسود. برضه. ايه رايك؟ وبص يا ست، بدايه الحكايه ما بيننا، امسك وهتشوف اكتر من كده كمان. عمرك شفت حاجة من اخويا زي كده؟ احمد انا ماليش في اللف والدوران دوت، امشي اطلع بره. ياسمين اهدي بس، امسك. امسك ايه وزفت ايه؟ انا بقول لك انت تشوف اكتر من كده. ايوه يعني انت عايز بتعمل كده ليه؟ انا مش فاهمه. بص يا ياسمين، بحبك وعايز اتجوزك. انت اتجننت؟ انا متجوزه اخوك، هتجوزه ازاي؟ هتجوزك ازاي وانا متجوزاه؟ انا مش فاهمه. ما هو ما يبقاش فيها اخويا على كده. امسك. يعني ايه يعني؟ مش فاهمه. طب امسك اهو انا مرتب كل حاجه، نقطتين من دي مش هتلاقي اخويا على قيد الحياه تاني. انت عايز تشيلني بلوه؟ امشي اطلع بره. يا بنت بلوه ايه، ولا من شاف ولا من دري، الله يرحمه. امسكي بس وما تخافيش، انا مرتب كل حاجه، هما نقطتين بس في العصير. طب وانا هسمع كلامك ليه؟ انا هستفاد ايه في الاخر؟ هتستفيدي كل حاجه، هتبقى بتاعتك يا عبيط. بس لا انت طبعا. هتبقى لي انا. قلت يا ياسمين مالي، خايفة من ايه؟ ما تخافيش. خلاص ماشي موافقة؟ تمام. طب امسكي، هسيبك انا دلوقتي قبل ما اخويا ما يركع. يا ريت. طب وبعدين هعمل ايه؟ اسمع كلامه ولا ايه؟ انا خايفة اشيل نفسي بلوى. عماد سلامة يا اخي، الناس بتقول صباح الخير، السلام عليكم، اي حاجه، معدي كده. ايه يا عم في ايه؟ يا اخي سيبني في حالي. مالك بس يا صاحبي؟ ده انا حطيت نفسي في اصعب موقف في حياتي. ايه يا عم اللي اصعب من الدبان؟ انا والله يسأل العظيم يسأل مكان، انا حطيت نفسي في موقف انا مش عارف اطلع منه ازاي. موقف ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه يا عماد، ما تفهمني كده واحكي لي في ايه. افهمك. اتفضل. انا عملت نفسي، عملت لمرتي اختبار. الاختبار ده يا اما تطلقها يا اما تعيش معايا. بس بالله عليك يا سلامه، ادعي لي كده لتطلع زوجه صالحه. ان شاء الله تطلع زوجة صالحة. بس اختبار ايه ده؟ هيبقى اقول لك عليه بعدين. يلا طلبت مني حاجة؟ طيب لا شكرا بس والله. بالله عليك ادعي لي. ربنا يقدم لك اللي فيه الخير. مش فاهم اي حاجة منك يا عماد، بس ربنا يصلح حالك يا رب. يا اخويا اخرت عليك؟ لا ولا اخرت ولا حاجة. امال في الحاجات يا عماد؟ انا لقيت ماليش حد فاتح. ده ياسمين لسه ما قدمتلكش حاجة؟ لا لسه. ياسمين ياسمين ياسمين. ايوه يا عماد. ايه ياسمين، لحد دلوقتي ما قدمتيش لاخويا اي حاجة؟ معلش كنت بس بوضب الأوضة. هو انت فين الحاجات اللي انت جبتها؟ برضو ماليش حد فاتح ياسمين، نص ساعة كده وبروح. طيب المهم هاتلنا اي حاجة، هاتلنا اي حاجة نشرب انا واخويا. ثواني. حاضر. منور يا احمد. طب وبعدين اعمل ايه؟ اسمع كلام احمد زي ما قال لي واحط لعماد من البتاعة دي؟ بس انا خايفة قوي. بس بيقول لي ان كل حاجة تبقى بتاعتي انا في الاخر وابقى غنية. بقول لك يا عماد يا اخويا،
يا حبيبي على ما العصير يتعمل هدخل الحمام بس. خد راحتك، البيت بيتك. سلام يا اخوي. خضتني. انت لسه بتفكري؟ بصراحه انا مش عايزه اركب نفس الغلط واودي نفسي في ده. لا يا بنت، ولا تودي نفسك في ده ولا حاجه. الفرصه ما تجيش الا في العمر مره. اسمعي الكلام، انت عارف ان اخويا عماد معفن وبخيل، يعني مش هيديكي حاجه، انما ما البيت هيبقى البيت وكل حاجه هتبقى ليك. عندك حق، خلاص انا هسمع كلامك وهعمل بيه. ما تاخريش يا ياسمين. خلاص تمام، روح انت بقى عشان ما حدش يشك فينا. ماشي. اللي خلاك غدرت باخوك هتسمع عليا انا؟ انا لازم اعمل حسابي وخلاص منكم انتوا الاثنين، ده الحل الوحيد. يا اخوي. يا عماد الاخبار؟ كله تمام زي ما انت ما قلت بالظبط. تسلمي لك يا ياسمين. اشربوا. والله العظيم يا ياسمين، من اصلا انا عاجز عن الشكر والله على انت بتعملي معايا. متقولش كده يا حبيبي، احنا واحد. انا والله على طول اسال يا احمد، بشكر فيك والله. ربنا يخليك ليا يا عماد. ها بقولك يا ياسمين، وانا مزعلك في حاجه؟ لا يا حبيبي، ليه بتقول كده؟ لا لا، حاسس يعني كده ممكن اكون زعلتك في حاجه انا مش واخد بالي بتاع. لا يا حبيبي، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. بس ما اقدرش على زعلك. ولا انا كمان. طب وانت مش عايزه تقولي لي حاجه؟ لا يا حبيبي، ما فيش حاجه والله. انا بطمن بس. ادي لاخوك العصير. اتفضل يا احمد. انا اسف يا احمد، انا نسيتك معلش. اصبر يا اخويا، امسكي يا ياسمين اشربي. لا انا ما بحبش العصير. لا لا اشربي يا ياسمين، امسكي. لا وبعدين انا عامله دايت، ده سكر زياده. لا لا لا، مش عايزه عصير. لا اشربوا انتوا. الف هنا. امسكي يا ياسمين العصير اشربيه. الف هنا، العصير ده انا عاملاه لي كنتوا مش ليا. لا عاملاه لينا. بصي بقى يا ياسمين، كفايه كده بقى. كفايه ايه؟ كان اختبار ليك وانت فشلت فيه. اختبار ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، انت بتتكلم عن ايه؟ انا هقول لك. احمد يا اخويا، انا عايز كده اشاركك في حاجه. اتفضل. انا داخل اصلا في مشروع كبير، وعايز ادخل ياسمين معايا، بس الاول عايز اطمن اللي هي هتصوني ولا لا. فبالله عليك انا عايز اعمل لها اختبار، وعايزك ما انت تبقى معايا فيه، بس مش عايزك تجود. اللي اقول لك عليه اعمله ونفذه بحرف الواحد. ماشي يا اخويا. خلاص. على فكره اخوك كذاب وبيقع ما بينا، الكلام ده ما حصلش. انت عايز تلبسني تهمه؟ لا والله. طب فعلا هو كذاب. طب اشرب العصير ده يا ياسمين. يا عماد انا ما بحبش العصير. طب اشرب العصير دي. مش هشرب عصير. هو كذاب بصراحه بقى يا عماد، سكه ودغري. هو اللي قال لي اعمل كده، وانا رفضت. انا ما طوعتوش، انا قلت له لا والله مش هعمل كده، بس قعد يزن على دماغي. وبصراحه الشيطان ضحك عليا وقعد يقول لي ان كل حاجه هتبقى باسمي وكل حاجه هتبقى بتاعتي وهبقى غنيه وانه هيتجوزني من بعدك. وانا اتسرعت وقلت له ماشي، انا عارفه ان انا غلطانه والله، دي وزه شيطان يا عماد. حقك عليا. انت ما سرعتيش يا ياسمين، دي طبيعتك. طبيعتي ايه يا عماد؟ ايوه دي طبيعتك. المفروض ان هو اصلا فعلا انسان وحش. طب والعشره اللي ما بيننا يا ياسمين هانت عليكي؟ ما هنتش عليا. احنا فعلا يا عماد اللي بينا اكبر من كده، عشان كده ما تديش فرصه للشيطان يخش ما بيننا ويوقع ما بيننا. انت الشيطان يا ياسمين، انت الشيطان نفسه. انت المفروض اصلا كنت تخافي عليا. انت لوم اخوك ما تلومنيش. انا لومه على ايه؟ انا ما عملتش كده من نفسي، هو اللي جه قال لي اعملي كده. هو اي حد يقول لك تعالي اعملي حاجه في جوزك هتعمليها على طول؟ كل ده عشان ايه؟ دفعت عشان الفلوس، ما دفعتيش عشانه. لكن العشر والملح اللي ما كان بيننا انت نسيتي خالص. حاسب اخوك هو اللي عمل كده، هو اللي عمل كده معاك من دمك ولحمك. مفيش حاجه من دماغي. على فكره انا قلت لك ده كان اختبار ليك، وانت للاسف يا ياسمين سقطت في الاختبار. طب بص يا عماد، طالما هو اختبار انسى كوبايتين العصير دول، انا هخش ارميهم ونرجع زي الاول واحسن من الاول، ونبدا بصفحه جديده عشان خاطر يا عماد سامحني.